بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضغة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على لما ذكر الشيخ رحمه الله آثار المعاصي الكثيرة، تحذير السلف منها، أجملها في هذه الكلمة، قال لها يعني لها غير ذلك من الآثار القبيحة، آثار كثيرة على القلوب، لأن المعاصي تقسي القلوب وتعميها وتمرضها، وعلى الأبدان الأمراض والأسقام والآفات، وعلى الأوطان بشح المياه والحباس الأمطار وإصابة الثمار بالآفات، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم. فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. نعم. المعاصي يحرم صاحبها من العلم النافع، لأن العلم نور، وهذا النور إنما يحصل لأهل الإيمان وأهل الطاعة، فلا يحصل لأهل المعاصي، يحرمون من العلم النافع. وإن تعلموا بألسنتهم فإنهم يحرمون من العلم في القلوب. العلم قسم على الألسنة، وهذا يكون مع المنافقين، يكون مع أهل الضلال، هذا علم باللسان. وأما العلم بالقلوب فهذا لا يعطاه إلا أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل الخشية، الذين قال الله فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا هو العلم النافع. العلم النافع هو علم القلوب، وأما علم اللسان هذا يكون مع المنافق، يكون حتى مع الكافر. نعم. فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. نعم. ومنه الأبيات المذكورة عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قال: شكوت إلى وكيع، وكيع شيخ من مشايخ الإمام الشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: لعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. نعم. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. نعم. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله جلس على الإمام مالك يروي عنه الموطأ، فكان يحفظ بسرعة، يحفظ ما يسمع بسرعة، وتعجب منه، وكان شابا صغيرا، تعجب منه شيخه الإمام مالك، ثم أوصاه بهذه الوصية وقال له: إني أرى أن الله أعطاك من نوره فلا تطفئه بالمعاصي. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. نعم. وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. نعم. ومنها حرمان الرزق. نعم. ومن آثار المعاصي أن العاصي يحرم الرزق، كما في الحديث: إن الرجل ليحرم الرزق من ذنب يصيبه، وهذا في قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل
وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم. وفي المسند إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه فقد نعم. تقدم. نعم. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله سبب للخروج من الشدائد وسبب لجلب الرزق، والمعصية بالعكس. نعم. نعم. فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. نعم. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه وبينه وبين الله. فإن قيل أنتم تقولون هذا، إذن ما بال الكفار بأيديهم أموال وقوة وهم كفار؟ أنتم تقولون إن المعاصي تمنع الرزق، فنقول لهم الكفار مستدرجون. هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى لهم، وأما ما يعطاه أهل الإيمان فإنما هو إعانة لهم على طاعة الله، إعانة لهم على طاعة الله وجزاء لهم على تقواهم وإحسانهم. ففرق بين العطائين، عطاء أهل الإيمان وعطاء أهل الكفر. نعم. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه وبينه وبين الله. لذلك العاصي يجد نفسه مستوحشا بما بينه وبين الله لأنه قد عصى الله، يجد وحشة في قلبه من الله ووحشة من الناس. العاصي عليه ذلة، عليه ذلة واضحة، ما يستطيع أنه يحضر مجالس أهل العلم، ولا يستطيع أنه يمشي معهم، ولا وأشد من ذلك أنه لما استوحش قلبه من الله استوحش من الناس. نعم. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه وبينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا. نعم. ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. نعم. ولذلك يقول بعض السلف في العصاة إنهم وإن ركبوا الخيل وإن أعطوا أبها في هذه الدنيا فإن ذل المعصية في قلوبهم، هم في الظاهر في عز وفي، لكن هم في قلوبهم في ذلة وفي وحشة، لا يستأنسون بما أعطوا ولا يتلذذون بما أعطوا لأن الذلة في قلوبهم. نعم. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلامه. نعم. فلو لم تترك الذنوب إلا من وقوع تلك الوحشة. من يهن، يقول الشاعر، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. الميت لو تضربه ولا تجرح ما يحس ولا يدري. كذلك العاصي هذا ميت القلب، فلا يتأثر بالمواعظ ولا يتأثر بالتذكير لأنه ميت القلب. نعم. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. فكيف وهناك ما هو أشد منها؟ لا. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. نعم. بسم الله إليك. فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. أي نعم، دعي الذنوب ويحصل لك إنس. نعم. وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. نعم. ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس. أي نعم، يحصل وحشة بينه وبين الله، ويحصل بينه وبين الناس، فتجد العاصي ذليلا استوحشا من الناس. نعم. أحسن الله. ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم. نعم. ولذلك لا يحب الجلوس معهم ولا يحب السماع كلامهم لأنه مستوحش، ولا يحب مصاحبتهم، وإنما يصحب أمثاله من العصاة
ويأنس بهم، لأنه كما قيل الطيور على أشباهها تقع. نعم. فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. ولا بد له من جلساء، ولا بد له من، ما يستطيع يعيش وحده، ولا بد له من جلساء ومرافقين، فإما أن يرافق أهل الخير وإما أن يرافق أهل الشر، لا بد. نعم. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه وبين، نعم، حتى أنه يستوحش من زوجته ومن أقاربه سبب المعصية. ولهذا يقول بعضهم: إذا عصيت الله رأيت أثر ذلك في زوجتي وفي دابتي. نعم. وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا بنفسه. وقال بعض السلف: إني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. نعم، ينفرون منه، تنفر منه دابته وتنفر منه زوجته. نعم. ومنها تعسير أمور الله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يكون له محبة في قلوب الناس، بخلاف العاصي فإن الناس يبغضونه ولو كانوا يتظاهرون بصداقته، يبغضونه في قلوبهم وينفرون منه في قلوبهم. نعم. ومنها تعسير أموره عليه: يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مفهوم الآية أن من لا يتق الله لا يجعل له مخرجا من الشدائد والعسر والكروبات. نعم. فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. نعم. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا. نعم. فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. نعم. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي؟ يشد من ذلك أنه ما يدري ما سبب تعسر الأمور عليه، ما يدري، وقد يلقي باللوم على نفسه أو على فلان أو علان، هو اللي تسبب لي، ولا يفكر أن الله هو الذي عسر أموره بسبب سلوكه معاصي. نعم. ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة. نعم، بخلاف أهل التقوى فإنهم يجدون في قلوبهم نورا، يجعل لكم نورا تمشون به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. أما العاصي فإنه يجد ظلمة في قلبه وظلمة في تصرفاته. نعم. ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم. يحس. أحسن الله إليك. يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم. نعم. فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر. نعم. كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. نعم، وهذه الظلمة تظهر حتى على لون جسمه، تجد العاصي تجد وجهه أسود مكفهر. نعم. مقطب، وتجد صاحب الطاعة على وجهه النور والأنس في قلبه والانشراح في صدره من أثار الطاعة، والعاصي ترى سماهم في وجوه، ترى وجهه يختلف عن وجوه أهل الطاعات. نعم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. نعم.
ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، تضعف القلب وتضعف البدن أيضا، حتى البدن تجد أهل الطاعات عندهم قوة في أبدانهم وقوة في قلوبهم وعزائمهم. نعم. أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، فلا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية وتمنعه من الصلاة والصيام وفعل الطاعات. تجد الآن العصاة أثقل شيء عليهم الصلاة، أثقل من الجبال الصلاة، في حين أنها خفيفة على أهل الإيمان، يجدون لها لذة، ولا كما قال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لا على الخاشعين، أما اللي ما فيه خشوع ولا، فهذا الصلاة صعبة عليه جدا، ولا يحضر الصلاة ولا يقوم لها ولا، وتكون ثقيلة عليه. نعم. محسن. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة. قوة الحيوانية ما تنفع، لكن القوة الإيمانية هي التي تنفع، قوة الإيمان هي التي تنفع، أما قوة البدن هذه قوة حيوانية لا قيمة لها. نعم. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم وكيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها. ما أنا أقوى من أبدان فارس والروم، ومع هذا ما أنا أضعف منهم في الحروب واللقاء، بينما أهل الإيمان أقوى الناس عند اللقاء وعند القتال، لذلك تغلب المسلمون على فارس والروم مع ضعف المسلمين وقوة الروم والفرس، لكن ما نفعتهم قوتهم. نعم. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أحسن الله إليه، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. نعم. ومنها حرمان الطاعة. أي نعم، من عقوبات المعاصي أن الإنسان يحرم الطاعة، يحرم الطاعة، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تصبح الطاعة ثقيلة عليه وبغيضة إليه، نافر عنها غاية النفر. نعم. مثل المريض ما يستطيع يأكل ولا يشرب، مع أن الطعام والشراب ألذ شيء، لكن يكون مرا في ذوقه لأنه مريض. كذلك العاصي تكون الطاعة عليه شاق. نعم. فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرى، فينقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. نعم. نعم. أقرأ. ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله وتقطع طريق طاعة أخرى. ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله. اللي عندك بادية ما لها معنى، بدله هي الصحيح. نعم، يعني بدل المعصية طاعة. نعم. السلام عليك. فهو الإنسان بين أمرين، إما أن يكون مطيعا وإما أن يكون عاصيا، لا بد. إذا كان له عقل لا بد أن يكون إما عاصي وإما، أما اللي ما عنده عقل والمجنون هذا ما ليس له طاعة ولا معصية. نعم. السلام عليك. ومنها حرمان الطاعة،
فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدلة وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد. نعم. فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر في العمر، إما قصرا حسيا وإما قصرا معنويا، لا يجد في عمره بركة فيكون طوله وقصره سواء. نعم. صحيح. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقالت طائفة نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي. نعم. وقالت طائفة بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قالوا ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها لمسبباتها مقتضية لها. وقال الطائفة أخرى تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال تعالى أموات غير أحياء، فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره، فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. نعم. هذا واضح إن العمر اللي يستعمل في الطاعة ولو كان قصيرا ففيه بركة فيه خير، وأن العمر الذي يستعمل في المعاصي لا خير فيه ولو كان طويلا ولو عمر 100 سنة. قال تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، طول العمر أو قصر العمر هذا لا ينفع ولا يضر إلا بسبب الطاعة والمعصية. نعم. نعم. اقرا العبارة. قال الطائفة أخرى تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب. نعم. هي إضافة جيدة. نعم. وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أولا، فإن لم يكن له فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أولا أو لا أحسن الله إليك فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، وفرق بين من يسحر الليل على الطاعة على الصلاة وتلاوة القرآن والاستغفار، ومن يسحر الليل على اللهو واللعب والفضائيات اليوم والأشياء والإنترنت، هذا يقوم منها منهك البدن ميت القلب كسلان وينام عن صلاة الفجر التي هي فرض، وذاك يقوم من عبادته نشيطا منشرح الصدر مسرورا
تسهل عليه صلاة الفجر وتسهل عليه الطاعة. فرق بين هذا وهذا، هذا عمر وهذا عمر، لكن هذا عمر نستعمل في الخير وهذا عمر نستعمل في الشر. نعم. صلى الله. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. نعم. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها. المعصية تجر إلى المعصية. هذا من آفات الذنوب، أنها تجر إلى مثلها. المعصية تجر إلى معصية. نعم. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا. فإذا عملها قالت الثالث كذلك وهلم جرا. فتضاعف الطاعة تقرب من الطاعة، والمعصية تقرب من المعصية. نعم. فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك كانت السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها، فتسكن نفسه وتقر عينه. نعم. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وعيت عليه مذاهبه. مما يدل على أن الطاعة تجر إلى الطاعة أن المحسن لو ترك الطاعة لضاقت عليه الدنيا، ما يتلذذ إلا بالطاعات، ولو منع منها فإنه يتحسر على فقدها، لأن الطاعة تجر إلى الطاعة. والعكس، العاصي لا يرتاح إلا مع المعاصي، ولو أنه عمل طاعة لضاقت نفسه، لأن المعصية تجر إلى المعصية وتنفر من الطاعة. نعم. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها. مذاهبه. أحسن الله عليك. وعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها. إدمان، هذا ما يسمى بالإدمان. نعم. مثل اللي يشرب الخمر يصاب بالإدمان، اللي يشرب الدخان يصاب بالإدمان، ما يستطيع يتركه. نعم. كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ، حيث يقول: وكأس أحسن شيخ الله. القوم يعني الصوفية. نعم. حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. نعم. وقال آخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى الشارب الخمر بالخمر. نعم. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها، حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تأوزه إليها أزا، وتحرضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها، حتى يرسل الله عليه الشياطين فتأوزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد، فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد، فكانوا أعوانا عليه. نعم. ومنها، وهو من أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته. يكفي نقف عندها. نعم.